حنا كنا تنعيشو في هاد البلاصة تقريبا شي 24 عام، كنا في الثلاث ومن الثلاث تحولنا للحكونيو، ومن هنا حولونا لهاد الأرض كانت باقا غا زبالة. قعدنا فيها تنعانيو سنين هادي تنتسناو، عندنا معاهم حضور مع هذاك السوق، هذا كنا غادي نتحولوا ليه شوية، تنتفاجئوا بهذاك السوق ما بقاش ديالنا، بدلوا ليه السمية. تنتفاجئوا بواحد السوق كان هنايا هنا الفوق من الواد اللي هي بناوه، تنتفاجئوا بهذا السوق قالوا غادي نتحولوا به. السواق كاينين ولا ما باش يعطيونا هاد الناس كاع ابدا، السواق موجودين كاينين واني باش يعطيونا هاد الناس ما كاين حتى شي حاجه. تنتفاجئوا بالعافيه تحرقنا، مشات لينا سلعتنا، مشى لينا رزقنا. هاد المترو حنا تقريبا طيعنا بجوج المترو، طيعنا بجوج المليون المترو باش طيحها هنا، وكنا تنخلصوا القوانين هنا شويه الغاو القرار. المهم شويه بقاو شي برارك هنا واحد الصف ما تحرقش، جاو تاني مع الصباح ريبو هذاك الشيء اللي باقي، ريبوه اللي كملاتو العافيه، كملاتو السلطه، ريبت الناس لمحالاتهم، عاودت تاني ريبت الناس تاني محلاتهم هنا دوك اللي فاتت العافيه. هو احنا بقينا الله الله، احنا ما عندنا حتى باش نعيدو، ناس مساكين دابا هما تيدورو هنا ما لقاو ما خدامينش، ما عندهم لا فين يمشي ولا فين يجي، ودابا كاين اللي قال لك انا العيد مشاريع كاع ما عندي فين نمشي، ها هما مساكين تتشوف ها هما قاعدين هنا، ربنا خلقتنا عزمين حالتهم حاله، عندهم الماء عندهم ضو، كل شخص عنده دابا ربعه الوليدات. اش هو مسكين كبر في البيع والشراء هنا فين، واش هو دابا دروك هاد السيد اللي كبر في البيع والشراء بحالي انا وصلت دابا 64 و65، واش غادي قادر باقي نمشي نخدم بناي؟ ما تنعرف ولا تنعرف غير البيع والشراء، كبرت في البيع والشراء تنعرف البيع والشراء، واش باقي انا غادي انا دابا دروك عندي 24 غادي نمشي نخدم في الشركه؟ واش غادي ندير دروك؟ ما عرفت ما ندير، كبرت في البيع والشراء هاني باقي في البيع والشراء، هذاك الرزيق تنترزق فيها وما حيدوه ليا. ومين مشينا دقينا البيبان تيقول لك تسنى، امتى غادي نتسنى؟ اش من عام؟ راه عدد ديال الناس تتسنى، كاين اللي تيتسنى 40 عام، ها هو السوق هذا راه عنده 15 سنة هما اللي تيتسناو، كاين اللي مات كاع سوق أطلس، كاين اللي كاع خلص ومات. ها السواق مبنيه، خاص غير السلطات اللي ولا البلديه اللي هما خاويه البلايص، ها السواق خاويه، ها كاينه ما عرفتش شحال من بلاصه هنا خاويه، كاينه شحال من بلاصه خاويه، الارض موجوده عطاها الله، ولا هاد الناس بيديروا معانا شي حل. حشومه عليهم عار والله الا حشومه عليهم، وسيدنا تيعلم ليهم باش يسهروا على المواطنين، لا بسلطاتهم ولا بالبلديه ديالهم، يسهروا على المواطنين. هاد الخدمه هادي راه ماشي خدمه، هادي خدمه عشوائيه، هادي راه ما دارش، هادي يا عباد الله حشومه كاع، وحما قاعدين تيتخلصوا وشادين الماندا ديالهم، وحنا دابا اش غادي نديروا؟ كل واحد كل شخص عنده ربعات الاولاد، عندنا مدرسه، عندنا ماء، عندنا ضو، اش غادي نديروا؟ واش نخرجوا نسرقوا؟ واش نخرجوا المخروق؟ اش غادي نعملوا؟ اش غايديروا هاد الناس؟ اشنو هو المناصير ديالهم؟ فينا هما هاد الناس؟ فينا هاد الحكومة؟ فينا هما هاد الناس اللي عينهم جلالة الملك يسهروا على المواطنين يديروا المعيشة ديالهم؟ المطالب ديالنا ما كاين والو، ما عطاونا حتى شي حل، قال لك سيروا عام ولا عامين ولا شهر ولا ثلاث شهور والو، تيبنيو لنا في القمر الصناعي، راه صافي راه السوق كاين فين غنشدوا والو، الكذوب اللي كاين في هاد النزقال. حنا راه كنعيشوا واحد المحنة اللي هي لا توصف، لا من لا بالنسبه للمحلات ديالنا اللي ضاعوا لينا مشات لينا السلعه ديالنا، ولا بالنسبه لدابا مع السلطه اللي هما ما عطاوناش حتى شي حل، باقي حنا دابا بلا حل. حنا دابا راه عندنا مشكل هنا، مشكل هاد الحرفيين كلهم راه كيعيشوا هنا شي حاجه اللي هي العذاب الاليم، لا من بعد البلايص ديالهم اللي مشى لهم، عاشوا الحريق اللي هو شي حاجه لا توصف، راه مشات لهم السلعه ديالهم دابا السلطه. كنتمناو
وحنا من 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 هذا المنبر ديالكم كنوجهوا تحيه للسلطات على السهر ديالهم بالنسبه للامن، ولكن حنا كنتمناو من رئيس المجلس البلدي اللي هو رشيد المعيفي بعدا يطمئن بشي بديل. حنا راه عندنا اعاده الهيكله، راه عندنا بقع اللي هي كنخدموا فيها الحلفيين كلهم، اللي هي كلها مش كتكون، كاين اللي كتكون عنده البقعه ديالو من 25 متر، وكاين اللي كتوقع، البقعه ديالو من 20 متر، والسلطات اللي عاتيانا هنايا الرخاصي باش نخدموا اللي هي قرار من البلديه عاتيه لهاد الناس هادو، وراه هما الناس راه كيخلصوا الكيتانصات ديالهم وكل شيء. وحنا دابا كنتمنوا من السيد العامل ابو الحقوق اسماعيل ابو الحقوق يلتفت لينا، راه حنايا راه الساكنه ديالي نزكان، راه حنا من الساكنه ديالي نزكان، راه هاد الشيء راه زعما لا يوصف اللي وقع فينا. راه حنا دابا مشاوين للمحلات ديالنا، ودابا حنا راه مشردين، راه حنا عرضه للتشرد. ودابا كنتمنوا لا من السلطات المحليه ولا من الاداريه يتعاونوا معنا، يعطونا شي حلول اللي هي مرضيه بالنسبه للحرفيين اللي هما كيتكونوا من الحداده، من النجاره، من 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 بائع الافريشه، الاثاث المستعمله، اللي هي من جميع ما وكتكون من جميع المتلاشين اللي هي هاد الناس هادو كيمارسوها. ودابا كنتمنوا السيد العامل ابو الحقوق بعدا يلتفت لينا، راه حنا دابا ضرينا بزاف، راه حنا راه مشكله وقعت لينا هنايا، راه دابا يعطينا بعدا حنا كنطالبوه يشوف لنا شي حل مؤقت لفين فين غنمارسوا، واخا المهنه ديالنا حتى يكون معنا حل. القرار هذا بدات العافيه، القرار بدا بالعافيه، هي اللي بدات البراك اللي بقاو هنا راه جاو ريبو امبارح بدون علم، هاد جاو الطاق صافي تيجوا بالاوقات بعدا، ماشي اوقات العمل بعدا، كانت تخدمات بعدا خدمه هنا بالليل تري واحد الحيط هنا بالليل، واش كاينه شي خدمه كتخدم؟ ملي كنمشيو عندهم حنا تيقول لك السبت والحد ما كاينش خدمه، وكيبدا التريب السبت والحد الخدمه كتخدم تتريب السبت والحد. المهم هاد الناس ما كيطالبوا بوالو، هاد الناس تيطالبوا بحقهم، هاد الناس بغاو فين يبيعوا ويشريوا من غدا، فين ياكلوا طرف الخبز من غدا، ماشي كيتسناو فين غتعوض امتى تعطي واش هاد الناس الطاقه غادي تحطهم في واحد البلاصه دغيا تعوض لهم تبني لهم محلات في رمشات عيره، ما يمكنش. هاد الناس خصو فين تحطهم يقضيو الغرض من الصباح، ما ياكلوا ما يشربوا ما يدوا لولادهم. وكنتمناو الصوت ديالنا يوصل لسعاده العام، يوصل لرئيس المجلس البلدي. حنا درنا خطوات، مشينا عند رئيس المجلس البلدي، ولكن ما توصلوش بشي نتيجه. النتيجه تيقول لك راه حنا خدامين معاكم، ولكن شي خدمه باش لنا؟ حنا ريحنا 15 يوم، هاد الناس ما تيقلبوا على الفوضى، ما تيقلبوا يديروا شي حاجه اللي خارج هذا القانون، كيقلبوا على حقهم. وما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.